بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فبدد بقوله اقرأ سنوات عجاف من الجهل والتخلف، وأرسى عهدا فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان في رابعة النهار كالشمس وضحاها، وإن حل الليل البهيم كالقمر إذا تلاها، وإن تزاحمت الرؤوس والأفكار كالنهار إذا جلاها، فأخرج الناس من ضيق البصر إلى سعة البصيرة، وإلى الفراديس العلا من أرض الجزيرة. وبعد، بإذن الله عز وجل بدنا ناخذ اليوم الميتابوليزم أوف مونو اند داي ساكرايد، المونو والداي ساكرايد. الان بدنا نعرف شغله مهمه جدا، اللاكتوز هو سكر الحليب. اللاكتوز بكسر انزيم اسمه لاكتيز الى جالاكتوز وجلوكوز. طيب، اما السكروز بحصل عليه من الهني ومن الفروت طبعا، وبكسروا السكريز الى جلوكوز اند فراكتوز. اوكي، فلما انا يا اخواننا المحترمين يكون شخص عنده خلل في اللاكتيز، راح تظهر الاعراض منذ الولاده. ما هو الحليب، الطفل راح يرضع من حليب امه. طب حليب الام يحتوي على لاكتوز، والطفل عنده خلل في اللاكتيز انزيم، وبالتالي مش راح يقدر يحول اللاكتوز الى جالاكتوز اند جلوكوز. لكن لو ان الطفل عنده خلل في السكريز، راح يظهر الاعراض بعد الفطام. ما هو بعد الفطام بصير ياكل فواكه وكذا، وبصير ياكل مثلا سكروز، تمام، سكر السكروز، فبتظهر الاعراض بعد الفطام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا يا اخواننا طبعا بس هيك كمقدمة بيقول لي ريفراكتوز is also found as a free monosaccharide. يعني الفراكتوز ممكن يكون مونوساكرايد افري، يعني فراكتوز وليس فراكتوز مع يعني ليس فراكتوز يعني في السكروز. وين هذا بيكون؟ في الكورن سيرب. هاي يا اخواننا انت بتشوف الكولا بيقول لك خالي من الجلوكوز، خالي مثلا من الجلوكوز، فانت بتفرح بتقول هذه دايت. لكن يا حبيبي لما يقول لي كورن سيرب، هاي كورن سيرب، يعني اعرف انه الفراكتوز فيها عالي، تمام. فالفراكتوز بيستخدموه تو سويتن ان ذا موست كولا درينك، يعني كطعم حلو في الكولا، تمام. هو الكولا ممكن ما يكونش عليها جلوكوز بس بيكون عليها فراكتوز، تمام. طيب، the transport of galactose and fructose into the cell insulin independent. اذا يا اخوانا المحترمين، لقيتي الجالاكتوز والفراكتوز بينتقلوا into the cell عن طريق الانسولين independent، يعني الانسولين ما بيزود دخول الجالاكتوز او دخول الفراكتوز الى داخل الخلايا، بيختلف عن الجلوكوز. طيب يا اخوانا، الفراكتوز doesn't promote secretion of insulin. إذا الفراكتوز ما بيحفز إفراز الإنسولين، لكن الجالاكتوز بيحفز من إفراز الإنسولين. يعني لما أنت يكون عندك الفراكتوز عالي 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 في الدم، استحالة يحفز إفراز الإنسولين. لما يكون عندك الجالاكتوز عالي عالي في الدم، بيحفز إفراز الإنسولين، لأنه الجالاكتوز ممكن يتحول بكل سهولة إلى جلوكوز، وبالتالي يحفز إفراز الإنسولين. طيب أنا يا أخوانا، هل الإنسولين بيزود من دخول الجالاكتوز أو الفراكتوز إلى الخلايا؟ الجواب قولا واحدا لا، تمام. اللهم صلي على نبينا محمد. الآن احنا عارفين يا اخواننا انه الفراكتوز والجالاكتوز بدهم كاينيز عشان يعملوا له ايش؟ فوسفوريليشن. عشان يعملوا له ماذا؟ فوسفوريليشن. هلقيت الهيكسوكاينيز بيقدر يعمل لا الفراكتوز
with galactose phosphorylation, لكن very slow. لكن ماذا؟ Very slow. ولكن الفراكتوكينيز بيقدر يعمل phosphorylation للفراكتوز. الجالاكتوكينيز بيقدر يعمل فوسفوريليشن للجالاكتوز. وكلا الانزيمين is high 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 affinity, اي low low KM, وبيشتغل at Vmax يعني سريع. اذا هدول more specific than الهيكسوكينيز. لكن ما الفرق؟ انه الهيكسوكينيز لما بيضيف مجموعة الفوسفيت بيضيف مجموعة الفوسفيت في كربونة رقم 6, ولكن الفراكتوكينيز والجالاكتوكينيز بيضيف في فوسفيت مجموعة فوسفيت في كربونة رقم 1. الآن طبعا الفراكتوز والجالاكتوز بدخلوا الجلايكولايسز. بدخلوا ماذا؟ الجلايكولايسز. كيف؟ الآن هالحين يا أخواننا أنا عندي فراكتوز صار إله حطت له مجموعة فوسفيت فتحول إلى إفراكتوز واحد فوسفيت. الآن الإفراكتوز واحد فوسفيت بنشطر إلى جريسرال ديهايد وإلى داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت. أعيد, الإفراكتوز واحد فوسفيت أي يحتوي على مجموعة فوسفيت واحدة بنكسر إلى جريسرال ديهايد وداي هيدروكسي أسيتون فوسفيت. الداي هيدروكسي أسيتون فوسفيت بيقدر يتحول إلى إجريسرال ديهايد إتري فوسفيت عن طريق الأيزوميريز. أوكي, أما الجليسرال ديهايد تقدر تتحول إلى إجليسرال ديهايد إتري فوسفيت عن طريق إجليسرال ديهايد كاينيز. إجليسرال ديهايد كاينيز. وبالتالي الفراكتوز بدخل الجلايكولايسز وين؟ عند الجليسرال ديهايد 3 فوسفيت بدخل الجلايكولايسز وبعديها ماذا؟ وبعديها بيكمل اللي هو هيوهان. الفراكتوز بدخل الجلايكولايسز عن طريق الجليسرال ديهايد 3 فوسفيت او الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. الجالاكتوز بصير له فوسفوريليشن فبتحول الى جالاكتوز 1 فوسفيت بعملية معينة بتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت. فلما يتحول إلى الجلاكتوز يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت بدخل الجلايكولايسز وإيش وبيكمل إيش الشغل. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن الفراكتوز عبارة عن كيتون, والكيتون لا يحدث له إيش, اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد, لا يحدث له اختزال. لا يحدث له ماذا؟ اختزال. وبالتالي الفراكتوز cannot be reduced. cannot be ايش؟ reduced. اخوانا سامحوني جدا, مش لا يحدث له اختزال, لا, لا يحدث له اكسده. لا يحدث له ماذا؟ اكسده. قصدي يعني انه هو عامل مختزل. ما هو الذي يحدث له اكسده اي انه عامل مختزل. الان الفراكتوز عباره عن كيتون, والكيتونات لا تتاكسد لانها لا تحتوي على اتش, لكن الالديهايد تحتوي على سي دبل بوند او اتش, تقدر تتاكسد. تقدر ماذا؟ تتاكسد. اذا الفراكتوز cannot be reduced, لا يتاكسد. تمام, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الجالاكتوز عباره عن الدوز الديهايد شوغر, وبالتالي كان بي ريديوست تو جالاكتيتول. كان بي ريديوست تو جالاكتيتول عن طريق الدوز ريدكتيز. عن طريق الدوز ريدكتيز. تمام, اذا الفراكتوز ما بيصير له لا تاكسد ولا اختزال لانه يحتوي على كيتون. اما الجالاكتوز بيصير له اختزال بتحول الى جالاكتيتول عن طريق الدوز ريدكتيز. ايضا الجلوكوز, الجلوكوز مش عباره عن الديهايد, بيحدث له اختزال الى سور بيتول عن طريق ايضا الدوز ريدكتيز. اذا الالدوز ريدكتيز يعني بيعمل اختزال للالديهايد وليس اكسده. سامحوني يا اخواننا, سامحوني جدا, يعني
هو الجلاكتوز بيصير له اكسده، ممكن يصير له اكسده. الجلوكوز ممكن يصير له اكسده، ممكن يصير له اكسده، بس انا هنا بتكلم على الاختزال وليس الاكسده. الان في انزيم اسمه الدوز ريدكتيز، هذا انزيم بيعمل اكسده للالديهايد، فبيعمل بيعمل اختزال. ريدكتيز بيعمل اختزال، فبيعمل اختزال للجلوكوز بيحوله الى سوربيتول، وبيعمل اختزال للجلاكتوز بيحوله الى جلاكتيتول. بيعمل اختزال، اسف بالله عليكم، اختزال اختزال، بيعمل اختزال بيعمل اختزال. الان الفركتوز عن طريق الفراكتوكاينيز بيتحول الى فركتوز 1 فوسفيت. لاحظ الفركتوز 1 فوسفيت عن طريق الالدوليز بتنشطر الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والى جليسرال ديهايد والى جليسرال ديهايد. انا بدي جليسرال ديهايد ولا جليسرال ديهايد 3 فوسفيت؟ جليسرال ديهايد 3 فوسفيت. وبالتالي الجليسرال ديهايد وعن طريق الكاينيز بتحول الى جليسرال ديهايد 3 فوسفيت، الى جليسرال ديهايد ايش؟ 3 فوسفيت. الان الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت وعن طريق الايزوميريز بتحول الى جليسرال ديهايد 3 فوسفيت. لاحظ هنا الكاينيز اخذ الاي تي بي وحولها الى اي دي بي، ومجموعه الفوسفيت ضافها وحوله الى جليسرال ديهايد 3 فوسفيت. وهنا الفركتوكاينيز اخذ الاي تي بي وحولها الى اي دي بي واخذ مجموعه الفوسفيت وحطها للفركتوز وصار فركتوز 1 فوسفيت. فلما انا اتكون الجليسرال ديهايد 3 فوسفيت بيقدر يكمل فيه الجلايكولايسيز ويعمل لي باي روفيت. بدي اياكم بالله عليكم بالله عليكم انتبهوا، ايام زمان في التحلل الجلايكولي كنا نقول الجلوكوز لما بتحول الى فركتوز 1 فركتوز 6 فوسفيت، بعديها بتحول الى فركتوز 1 6 بيس فوسفيت، الى فركتوز 1 6 بيس فوسفيت، فبيجي الالدوليز وبقص. فلاحظ هنا دغري الفركتوز 1 فوسفيت، انتم مش فاهمين. طب ثواني، هذا يا اخواننا الان هذا في الجلايكولايسيز لما انا دخلت بجلوكوز، انا تكون عندي فركتوز 1 6 بس فوسفيت وعن طريق الالدوليز الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والى جليسرال ديهايد 3 فوسفيت. لاحظ الفركتوز 6 فوسفيت حولتها الى فركتوز 1 6 بس فوسفيت عن طريق هذا الانزيم اللي هو الفوسفوفراكتوكاينيز. الفوسفوفراكتوكاينيز يعني فوسفو افراكتوكاينيز 1، مش هذا يا اخواننا ريجيولاتوري انزيم؟ طيب اذا الفركتوز 6 فوسفيت تحولت الى فركتوز 1 6 بس فوسفيت. طيب لكن لاحظ هنا الفركتوز 1 فوسفيت ما تحولتش الى فركتوز 1 6 بس فوسفيت، وبالتالي فطت انزيم البي اف كي 1. لما فطت انزيم البي اف كي 1 بطل انزيم الفوسفوفراكتوكاينيز الفوسفوفراكتوكاينيز 1 بطل يعمل ريجوليشن. في حالتنا هذه في الفركتوز ما بيعمل ريجوليشن، وبالتالي الفركتوز 1 فوسفيت بتتحول الى الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والجليسرال ديهايد 3 فوسفيت اسرع، وبالتالي حرق الفركتوز اسرع بكتير من حرق الجلوكوز. ليش؟ عشان حرق الجلوكوز اللي بينظم العمليه البي اف كي 1، البي اف كي 1 هو اللي بينظم العمليه، لكن حرق الفركتوز ما بتحكم فيه الفوسفوفراكتوكاينيز 1. فهمنا؟ بل انا بفط هذه العملية، تمام؟ وبالتالي لما واحد ياكل فركتوز كتير بحصل على طاقة بشكل سريع جدا 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 جدا، بحصل على طاقة بشكل سريع جدا، ثم لما يحصل على طاقة كافية بتتحول إلى دهون، بتحول إلى إيش؟ دهون. وبالتالي ما تنغر ويقول لك معلهوش سكر لجلوكوز ويكون عليه سكر لفركتوز، ما تنغر. يعني ممكن المشروبات يقول لك والله ما هو عليه جلوكوز، ما لهوش جلوكوز، فانت تشرب وتكيف وتكربع، تقرا تلاقي فركتوز عالي كتير، فانت راح تحصل على طاقه بشكل كبير جدا وبتتحول لدهون، تمام؟
خلصنا الفركتوز. الآن يا أخواننا نيجي على الجالاكتوز ميتابوليزم. الجالاكتوز وعبر الجالاكتوكينيز بتتحول إلى جالاكتوز واحد فصفيت، إلى جالاكتوز واحد فصفيت. الآن في إنزيم اسمه جالاكتوز واحد فصفيت يوريديل ترانسفيريز أو يوريديل ترانسفيريز. الآن ترانسفيريز يعني ينقل، ينقل اليوريدين، اليوريديل يعني ينقل اليوراسيل، يوريديل يعني ينقل يو زائد مجموعة فصفات، يعني ينقل اي ام بي. هادي اعيد اسم الانزيم اسمه جالاكتوز واحد فصفات يوريديل ترانسفيريز. ايش يعني؟ يعني بينقل يوريديل مونوفوسفات، تمام، الى مين؟ الى الجالاكتوز واحد فصفات. طب كيف؟ خلونا يا اخواننا بالله عليكم نركز. انا في عندي يا اخواننا جالاكتوز مع فصفات، تمام، اللي هو اللي تكون توه، وفي عندي الجلوكوز مع يو دي بي. اعيد، جلوكوز مع يو دي بي. اليو عبارة عن يوراسيل، تمام، او هي الاصل نقول يوريدين، بدل هنا يوراسيل الاصل نكتب يوريدين، ما علينا. اليو يوراسيل او يوريدين الداي فوسفيت، يعني مجموعة فوسفيت. اذا الجلوكوز مرتبط بمجموعتين فوسفيت مع يوراسيل، بسميه يو دي بي جلوكوز، تمام. بيجي انزيم، ايش بيسوي؟ بيجي انزيم، بالله عليكم ركزوا، بالله عليكم، شايفين يا اخواننا بيكسر من هان الانزيم، بيكسر من هان، فبيصير انا عندي يو مونو فوسفيت، صح، صار انا عندي يوريدين مونو فوسفيت، يوريدين مونو فوسفيت. هذه اليو ام بي بتيجي بتقص، هذه بتقص مجموعه الفوسفيت هذه وبتركب بدالها، وبتركب ماذا؟ بتركب بدالها، بتقص مجموعة الفصفات، آسف ما بتقص مجموعة الفصفات، اليو ام بي بتيجي بتركب جنب مجموعة الفصفات، جنب مجموعة الفصفات، فبدل مجموعة فصفات واحدة بيصير مجموعة فصفات، فهنا بيصير كمان عندي مجموعة فصفات وهاي اليوراسيل، فصار اسمه جالاكتوز يوريدين داي فصفات، يعني صار اسمه جالاكتوز يو دي بي. يو دي بي والجلوكوز معاه مجموعة فصفات واحدة، والجلوكوز معاه مجموعة فصفات واحدة. أعيد، بيجي الإنزيم بيقص من هان، أنا عندي جلوكوز، جلوكوز داي، جلوكوز يوريدين داي فصفات، داي فصفات هيو، فبيجي بيقص من هان، بيجي بيقص من هان، فبيصير يوريدين مونوفوسفيت وبنقلها هان، فبيصير الجالاكتوز عليه مجموعتين فوسفيت ويوريدين، فصار جالاكتوز يوريدين داي فوسفيت، والجلوكوز صار عليه بس مجموعة فوسفيت واحدة، تمام. اذا اسم الانزيم ماذا؟ اسم الانزيم يوريديل ترانسفيريز. ايش يعني يوريديل ترانسفيريز؟ يعني يو ام بي عمل إلها ترانسفيريز، أي نقل. طيب لمين عمل ترانسفيرين لليوريديل؟ عمل إلها نقل للجالاكتوز واحد فصفيت، فنقل هادي للجالاكتوز واحد فصفيت، فصار أنا عندي يو دي بي جالاكتوز، صار أنا عندي ماذا؟ يو دي بي جالاكتوز، واليو دي بي جلوكوز صارت جلوكوز واحد فصفيت، هيها صارت جلوكوز واحد فصفيت. الجلوكوز واحد فصفيت وعن طريق الميوتيز بتتحول الى جلوكوز ست فصفيت. اعيد، مش احنا يا اخوانا في اسانسيل؟ ايش هذا الاسانسيل؟ مثلا بدل مجموعة الفصفيت بتكون في الكربونة الاولى بحطها في الكربونة السادسة، هذا الاسانسيل اسمه ميوتيز، اسمه ماذا؟ ميوتيز، ميوتيز هو اسانسيل. ف الجلوكوز واحد فصفيت بتحول الى جلوكوز ست فصفيت، لما يتحول الى جلوكوز ست فصفيت بتكمل في الجلايكولايسيس وبحصل على بايروفيت. الان طيب انا
انا هنا استخدمت اليو دي بي جلوكوز، صح؟ اللي هو اليو دي بي جلوكوز استخدمتها. فانا بدي تاني مره يو دي بي جلوكوز. فاليو دي بي جالاكتوز بتتحول الى يو دي بي جلوكوز. اعيد، يو دي بي جالاكتوز بتتحول الى يو دي بي جلوكوز عشان يرجع الانزيم يشتغل على هان. اذا اليو دي بي جالاكتوز بترجع تتحول الى يو دي بي جلوكوز. هلقيتي الجالاكتوز والجلوكوز مش ايبيمر عن طريق الايبيميريز، عن طريق يو دي بي جلوكوز جالاكتوز ايبيميريز. ايبي ايش؟ ميريز. ايش يعني ايبيميريز؟ يعني بيحول من هادي لهادي او من هادي لهادي، تمام؟ ايبيميريز. او له اسم تاني يو دي بي هيكسوز 4 ايبيميريز. ليش قال 4 ايبيميريز؟ عشان يا اخواننا الفرق في 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 دارة كربون الرابعة بين الجالاكتوز والجلوكوز، الإيبيمر في دارة كربون الرابعة، فعشان كده سموه 4 إيبيميريز هيكسوز عشان الجالاكتوز والجلوكوز 6 درات كربون، 6 درات ماذا؟ كربون، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. احنا قلنا الجالاكتوز بيصير إلها ريدكشن إلى جالاكتيدول، ريدكشن يعني اختزال، اختزال عن طريق الألدوز ريدكتيز، اختزال بالله عليك اختزال. لكن الفركتوز ما بيصير إله اختزال لأنه كيتون لا يحتوي على أتش، ما بيصير إله إيش؟ اختزال. مش إحنا قلنا الكيتون عبارة عن R C double bond O R، هذه هذا هو الكيتون، أي لا يحتوي على C، هذه لا تحتوي على أتش. اما الالديهايد ار سي دبل بوند او اتش، هنا بقدر اعمل اختزال، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا انا في عندي الدوليز، في انا عندي ايش؟ الدوليز. في انا عندي يا اخواننا الالدوليز ايه، وفي انا عندي الدوليز اسمه بي، تمام؟ تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لما كنا نقول لفركتوز 1.6 بس فصفيت عشان يتكس، عشان ينكسر الى داي هيدروكسي اسيتون فصفيت والجليسرال دهايد 3 فصفيت، كنت احتاج الدوليز. طيب وهنا لفركتوز 1 فصفيت عشان ينكسر الى داي هيدروكسي اسيتون فصفيت والجليسرال دهايد ايضا بدي الدوليز. طيب الان في انا عندي الدوليز A والدوليز B. الالدوليز B بيقدر يكسر الفركتوز 1 فصفيت، وبيقدر يكسر الفركتوز 1.6 بس فصفيت. اما الالدوليز A ما بيقدر يكسر الا الفركتوز 1.6 بس فصفيت، وبالتالي الفركتوز 1 فصفيت is not converted to فركتوز 1.6 بس فصفيت. يعني احنا قلنا الفركتوز 1 فصفيت ما بتحول الى 1.6 بس فصفيت، تمام؟ لكن الفركتوز 6 فصفيت، الفركتوز 6 فصفيت هو اللي راح يتحول الى فركتوز 1.6 بس فصفيت. الان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الفركتوز 1 فصفيت بنكسر عن طريق الالدوليز بي، تمام؟ الالدوليز اي، الالدوليز اي والالدوليز بي بيقدروا يكسروا لي الفركتوز 1.6 بس فصفيت. لاحظ الاي والبي بيقدروا يكسروا لي الفركتوز 1.6 بس فصفيت، لكن الفركتوز 1 فصفيت ما بيقدر يكسروا الا الالدوليز بي، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نيجي على ايش؟ المانوز. المانوز بيض برضو يا اخواننا ايبيمر مع الجلوكوز في الكربونة الثانية، تمام؟ ايبيمر مع الجلوكوز. المانوز ايش يعني؟ في ايش مهم المانوز؟ مهم المانوز يا اخواننا في صناعة الجلايكو بروتين. في صناعة ماذا؟ الجلايكو بروتين. الان انا من وين بدي احصل على المانوز؟
بدي احصل يا اخوانا عن المانوز باشهر طريقه، انه الفركتوز 6 فصفيت بيقدر يعطيني مانوز 6 فصفيت عن طريق الايزوميريز. اذا الايزوميريز بيقدر يحول المانوز 6 فصفيت الى فركتوز 6 فصفيت، والعكس صحيح، الايزوميريز بيقدر يحول الفركتوز 6 فصفيت الى مانوز 6 فصفيت. فهمنا؟ اذا المانوز 6 طبعا كيف انا عندي مانوز اعمل له فوسفوريليشن بالهيكسوكاين. مش احنا قلنا الهيكسوكاينيز بيضيف مجموعه فصفيت لاي مركب يحتوي على 6 ذرات كربون؟ المانوز مركب يحتوي على 6 ذرات كربون، فالهيكسوكاينيز بيحول المانوز الى مانوز 6 فصفيت. المانوز 6 فصفيت بتتحول الى فركتوز 6 فصفيت عن طريق الايزوميريز، والايزوميريز بيحول الفركتوز 6 فصفيت الى مانوز 6 فصفيت. الان المانوز في الجسم ما بحصل عنه من الاكل، فالمانوز موجود في الاطعمه بشكل قليل، المانوز موجود في الأطعمة بشكل قليل، وبالتالي أنا بحصل على المانوز من الفركتوز. من وين؟ في أغلب الأوقات من الفركتوز. فالفركتوز لما يتحول إلى فركتوز 6 فصفيت بيقدر يعطيني إيش؟ مانوز 6 فصفيت. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.